ملازم أرجان؟ نعم سيدي. في شي أخبار عن النقيب كارن ليك؟ للأسف ما في. شو هالحظ؟ هذا أسوأ شي ممكن نمرق فيه. طيب شو صار هلأ سيدي؟ مين هو القائد الجديد؟ ما بعرف كوران، عم نستنى الأوامر ومنشوف. التعليمات بعد الاحتفال؟ والله على الأغلب هيك. لكن خلونا نتحرك بسرعة. مظبوط. انتبه! استريح استريح استريح، عدو ارتاحوا. اسمعوني، كونوا بمكان الاحتفال خلال 10 دقائق، قائد القوة رح يكون هنيك، ما بدي ولا غلطة، اتفقنا؟ حاضر سيدي العميد. قائد القوة النقيب طوفان اجا امر انه يجي على هذا المقر. بالتوفيق للكل. امرك سيدي. انتو سمعتوا مين قالت؟ حدا اسمه النقيب طوفان. طوفان مين؟ يا ربي دخيلك، والله ما عاد بدي هالشغلة ابدا. ايه عكيفة، يلا امشي. سيدي العميد، وصل قائد المجموعة. تمام شكرا. أهلا وسهلا سيدي العميد. أهلا وسهلا فيك كارنيك. شكرا سيدي العميد. فرقتك على وصول. الحمد لله على سلامتك سيدي. بالتزامن مع كل المتطلبات ومع القانون التركي المصادق عليه بالمجمع الوطني، نحن حطينا أساسات ورح نقدر نلاقي الحلول اللازمة كلها، وهالحلول رح تغطي كل الأجزاء من العالم التركي بأسرع وقت ممكن وبأفضل فعالية طبعاً. وهلأ هالقوة الخاصة المحدودة بالأشخاص الكفؤ رح تكون مثل السلم لكل العالم التركي بالمستقبل، ونحن منتأمل إنه هالقوة تكبر وبمشاركة رفاقنا بالوطن وبالمجتمعات التانية وتزيد فعاليتنا أكتر وأكتر وتصير نقطة علام للحقبة الجديدة لكل العالم التركي، وهيك بيتحقق انتصارنا وحلمنا بيصير واقع قدامنا. سيدي القائد، بستأذنكم ببدء حفل القسم. مجموعة أوغوز، خذوا مكانكم بالاحتفال للأمام السر. بصفتي جندي خادم لرفعة العلم التركي رح نفذ مهمتي على أكمل وجه. بصفتي جندي خادم لرفعة العلم التركي نفذ مهمتي على أكمل وجه. أقسم بشرفي وكرامتي بأن أبذل جهدي لحماية الوطن. أقسم بشرفي وكرامتي بأن أبذل جهدي لحماية الوطن، للحفاظ على السلام وأمني واستقراري للأمة التركية حتى آخر نفس في صدري. للحفاظ على السلام وأمني واستقراري للأمة التركية حتى آخر نفس في صدري، وأن أقاتل دون تردد على الإطلاق. وأن أقاتل دون تردد على الإطلاق. وأن أتحمل كل الصعاب مقابل ضمان حرية الأمة التركية. وأن أتحمل كل الصعاب مقابل ضمان حرية الأمة التركية. وأن أخدم قيمها بإخلاص تام من القلب. وأن أخدم قيمها بإخلاص تام من القلب. أقسم بالله وبشرفي وبكرامتي أن أكمل مهمتي. أقسم بالله وبشرفي وكرامتي أن أكمل مهمتي. وأن أحمي كل من يقول أنا من الأمة التركية. وأحمي كل من يقول أنا من الأمة التركية. سيدي العميد، الفرسان التسعة ألف مبروك لإلكم. شكراً.
صار حفل القسم. وقتها حسوا الفرسان التسعة بارتقاء اللي كانوا تحت البحر على أحصنتهم. العمى والله الدوشكا رح تجيب آخرتنا يا أخي. دوشكا؟ ولك يا شار شو أنت جندي جديد بالجيش؟ شو هي دوشكا؟ يا مبتدئ هلا شو في داعي لهالحكي هاد؟ أنا موجود اليوم هون لأنه اختاروني جندي مدرب بأشهر مجموعة بالقوات المسلحة بكل البلاد التركية، وانت عم تحكي معي بهالطريقة هاي؟ هيك لك اختاروك انت خصوصي؟ لك جاهل، هذا اسمه مدفع رشاش تقيل. شو ما كان يكون نفس الشيء، بالنهاية هالشيء رح يقتلنا، شو الفرق يعني؟ الحق معك والله. يا ولد منا كله بطلوا حكي وركزوا لي على الشغل بس. يا شار أوكان. حاضر سيدي النقيب. مجموعة دوغوز هلا كلياتنا رح نتحرك بمواقع مدروسة. أوكان يشار رح تتحركوا بالأول. أمرك سيدي النقيب. تقدم. مستعد. يلا يشار. أوكان غطيني بسرعة. يلا يشار أنا رايح. روح أخي. أوكان 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 أنت بخير؟ أوكان مترجاك رد علي. أوكان أنت بخير أخي؟ اللي فيك شي؟ لك مشان الله أول شي شغلة يلا أحكي. أنا بخير يا شار، خلص اسكوت. أوف ألف الحمد لله، والله متت من الرعبة. أوكان ما رح نخلي هالحقراء يرتاحوا اليوم أبداً. يلا الحمد لله يا شار. أوكان إذا أنتم منح سمعوني صوتكم. أنا بخير سيدي، إجت الرصاصة بخوسته لأوكان. وأنا بشو بهمني هذا الحكي الفاضي هلأ؟ طيب يعني الرصاصة مرقت من جنب راسه. أوكان منيح سيدي. إيه سيدي أنا منيح، بس لسه مصدوم شوي. طيب انتبهوا على بعض، خذوا مواقعكم يلا. حاضر سيد النقيب. يلا بقى يا إرجان يلا. أستاذ الاشتباك تحددوا مواقع أهدافكم يلا يلا. سيدي حسب كثافة إطلاق النار شخصين معه رشاشات بجهة اليسار. يظهر أنه القناص كمان بيناتوا سيدي نقيبها. على نفس الخط الشمال الغربي من اليمين، يبدو أنه ثلاثة رجال. أوماي غير الموقع وتعاملي معهم. حاضر سيدي الملازم. أوماي أنت جاهزة؟ يا شباب أنا رايحة. يلا يا أبطال. هلا هدول ما رح يخلونا نطلع من هون، وهالشي صعب شوي بس ما أنه مستحيل. رح ياخذ شوية وقت يا شباب، رح ياخذ شوية وقت، اصبروا. شبون هدول ليش وقفوا قواص؟ يا قائد يا نقيب. يا قائد يا نقيب. سيدي النقيب واضح انه هدول لقطوا موجة الراديو. يا نقيب بعرف انك خايف تورجيني وشك الحلو، بس قول اي شيء يا زلمة. ها؟ انا شفت الفريق يلي راح على فكرة، بس شغلي معك انت، هن ما بيهموني بشي. لك صحيح كنت رح أنسى والله. بيسلم عليك. الزلمة المهووس فيك يا نقيب. بس
اللي بيهمني من كل هالشغلة انه عطاني مصاري كتير يا نقيب. قول شي، انت عم تسمعني مو؟ ها؟ انت شو بدك؟ اوه يا نقيب، واخيرا سمعت صوتك. الجندي الجريح لساته عايش؟ وصل على المستشفى؟ لا تجيب سيرته على لسانك يا وسخ، يا ابن الوسخ. يا عيب الشوم، المسكين عم يموت بدالك هلا. لك ماني فاضي اسمع كلامك الفاضي اللي بلا طعمه، فهمت؟ اللي بقى شو بدك؟ مات شي؟ يا الله، يا حرام، أنا آسف. لا عم بمزح معك. انبسطت كتير يا نقيب. قتل جندي تركي شي ممتع بالنسبة لإلي. اسمعني يا جردون، أنا بوعدك إني رح أدفنك هون تحت سرمايتي. أنا رح أجي لعندك وأدفنك بإيدي التنتين، شو بدك ولك؟ خراس وبلاها هالأحلام يا نقيب. أنت عم تسألني شو بدي مو؟ أنا بدي أخذ روحك، بدي شوفك ميت. بس أنت يا نقيب، إذا ما بدك تشوف جنودك طالعين من هون بكياس الموتى مثل رفيقهم يلي راح، أعمل مثل ما عم قلك. هلأ بتطلع راسك وبتعمل مثل ما عم قلك فوراً لحتى تخلص جنودك. أنت واحد واطي حيوان. سيد النقيب، شو عم يقول هالواطي؟ رح أقتلك يا واطي، فهمت؟ رح يكون موتك على إيدي والله، عم تسمعني؟ آخرتك على إيدي، ما رح خليك تنسى النقيب كران لك بحياتك، والله رح أجيك ورح دعوسك بسرمايتي أنت وسليلتك، وأنا ما بحكي على الفاضي، أنا بعمل كل شي بقوله. افصلوا. إيه يا غوالي، اسمعوني منيح. رح نستنى يجي الليل ووقتها منورجي هالتافهين كيف بيكون اللعب على أصول. حاضر سيدي النقيب. حاضر سيدي. حاضر سيدي النقيب. حاضر سيدي. صار وقت الصيد بالنسبة إلنا، والدياب ما بتصيد غير بالليل. نقيب كرنلك قال إنه الدياب ما بصيدوا إلا بالليل، وغير هيك انشغل بالنا على تيمور اللي كان عم ينزف بوقتها، وعيوننا كانت عم تطلع على العدو. بهديك الليلة شفت الدياب كيف صاد، وفهمت ليش كان على إيدينا وصدورنا صورة الدياب، وفهمت ليش منسمي المقر تبعنا وكر الدياب. هديك الليلة فهمت شو معنى إن يكون ديب. مجموعة أوغوز بلشنا حفلة الصيد. علم سيدي النقيب. بس انتبهوا، أول شي لازم نحاول نعزلهم عن الرشاش. لهيك بدي اثنين منكم يتسللوا لعنده بدون ما يحسوا عليهم، الباقي علي أنا وأوماي. أنا بقدر أتسلل سيدي. وأنا كمان سيدي النقيب. وأنا كمان سيدي. أنا جاهز سيدي. سيدي خطتك بدها واحد محترف، خليني أروح أنا. ما رح نوصل لمكان بهي الطريقة، في على الأقل شي 500 متر شباب مشي وتسلق، لازمنا حدا عنده لياقة عالية. كوران متصاب وما في روح، وكان تعرض لرصاص جنب رأسه، بجوز ما يقدر يروح. إرجان، مين أخذ معي سيد النقيب؟ إرجان، بصراحة أنت يعني بجوز تكون بطيء شوي بسبب عمرك. هلأ إجي عبالك تكسر خاطري يا سيدي أنا كبير؟ إيه أنا عندي لياقة أكتر منه كل وقت الجن. بعرف هذا الحكي بعرف، بس المكان بعيد وما فينا نخاطر. والله إنك عم تغلط بحقي. ضل عنا يا جيت ويشار، العملية إلكن، والباقي إلي ولأوماي. جاهزين سيدي النقيب. حاضر سيدي النقيب. يلا تحركوا بسرعة، وبعد ما تخلصوني من هالرشاش الحيوان هاد بيجي دوري. سيدي، الحركة الأخيرة اللي رح أعملها خطيرة كتير ولازم أقولها مرة تانية. أوماي،
ما في مخاطرة ابنه، أنا وياكي رح ننهي هاي القصة برجلينا، رح ندعوس هدول التافهين اللي خلوا رفيقنا تيمور ينزف. سيدي أوماي أنا بوثق فيك كتير. حاضر سيدي النقيب. يلا خلونا ما نضيع وقت، حاصروا هالواطين وخلونا نخلص عليهم. يلا يلا عطوني. إرجان مبسوطين بهالرشاش؟ نهايتك قربت وعلى إيدينا كمان ورح تشوف. أوكان بسرعة تحرك. أوكان أوكان عم تسمعني؟ يا أولاد الكلب، شو مو شايفين غيري؟ أوصوا علي مرة تانية. المهم طمني عنك. أي سيدي النقيب أنا بخير، عم بيأوصوا علي، بس هلأ رح ورجيهم مين أوكان. خلصنا أول مهمة إلنا بنجاح سيدي النقيب. مزبوط يا ملازم، نحن نجحنا. هالمهمة كانت صعبة شوي، بس بدي أفهم ليش هو مريح وهادي كل هالقد. لأنه عملنا إجراء احتياط مشان ما نخليه نقفه راسنا طول الطريق. كوران بظن أنه هذا الإجراء بيكفي. برافو عليك. أوغوز خلصت أول مهمة إلكن، قولوا لكم ما كنا نجحنا. شكراً شكراً لك سيدي النقيب. على شو يا إرجان؟ ما كنت رح أتردد للحظة لو أنهم كانوا مخبريني أنه رح ينقلوني على هي القبيلة. رح أنتقل لهون أكيد بدون تردد. حبيت هالمكان كتير والله. هذا وطننا سيدي النقيب، لكان والكل بيحب وطنهم. هي أرض أجدادنا. إيه لما بزور الضيعة بالعطل والبق بيقرصني وما في تدفئة مركزية وبيجوز البرد ينخر عظامي، تخيلوا. إيه بس بيضل الوطن أحلى شي بالدنيا، مو هيك؟ شكوش بزمانه كمشوا بلبل وحطوه بقفص ذهبي، بس شو صار؟ هذا البلبل ما غرد إلا على غصن الشجرة. لك خراس بقى طيب أحسن. طيب اسمع هالقصة لقلك، في عندي واحد قرايبي عايش بألمانيا، إيه على طول بيتمنى يجي لهون على البلد. نادور بسم الله عليك. نادور العمى إذا صحي. شو في سيدي؟ شرفوا بينت البنت. أي بنت؟ لك أوكان مو قال شاف بنت؟ شت اسكت. بدي أفهم شو بدك مننا، شو اللي عم تحاولي تعمليه؟ أوكان
براهنك إن طبست بالنقيب وعم تلحقه. لك سكوت شوي مشان الله، ست حلقك بقى. عن جد مسكينة عم تسوح بهالجبال مشان تلحق حبيبة وتوصل. شو عم تحكي انت وياه؟ ولا شي سيدي، أكلنا هوا. رجعوا لا تقول شي للنقيب كرن ليك، ماشي؟ عمل حالك ما بتعرف أي شي. أمرك سيدي العميد، في أخبار عن الشبشي؟ الإرهابيين خايفين يموتوا مثل ما بتعرف، دكتور نعم يعالجه ورح يفيق بعد شوي غالباً. الله يلعنهم. وقوف، قف! مجموعة أوغوز أكملت تنفيذ المهمة بدون خسائر سيدي. 2 ضباط و4 عناصر منظمات لا حكومية وعنصرين قوات خاصة تحت أمرك سيدي. شكراً لألك. شكراً. مجموعة أوغوز نورتوا الوطن. شكراً. ارتاحوا هلأ، نحن نفذنا مهمة صعبة كتير بنجاح رائع، وهي المهمة رغم كل شيء مرحلة مهمة بتاريخ العالم التركي مثل ما بتعرفوا، وهي الخطوة الكبيرة انعملت من خلال شغلكم الصعب فيها وشجاعتكم وتعبكم كلكم. أنا فخورة فيكم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. شكرا. يلا لشوف المطبخ والبوفيه مفتوحين يا شار، أكيد أنت مبسوط. إيه والله جاي عبالي كاسة شاي مدام. عفوا سيدي. يلا تفضلوا. مجنون أنت، شو عم شو بيعرفني هيك طلعت معي؟ سيدي العميد أنا بس كنت رح تسألني عن جدك، صح؟ هو بخير، ارتاح ولا تاكل هم بنوب. طيب شو اللي صار معه؟ واحد إرهابي لقبه نيكولا لاحقه كم يوم وبعدين فات على البيت بحجة إنه ضابط، وهددوا بالسلاح، بس حسن بيك بخير هلا ونحن كنا جاهزين له. نيكولا؟ اها فهمت. ومن اي جماعه هو؟ بصراحه نحن عنا اعداء كتير مثل ما بتعرف كرانليك، وهلا هو رح ياخذنا للمطرح يلي اجى منه. لا تاكل هم سيدي العميد، بدي استجوبه لهالحيوان. لا انت ارتاح هلا، انا رح استجوبه بشكل شخصي. سمعت لي العميد تومرس وهي عم تناديني باسمي أوكان؟ مزبوط سمعت. ايه شو حلو دخلك. شو بيكون اسم الضباط اللي بتكون رتبتهم عالية؟ الأمراء. صح الأمراء مزبوط. ليك أوكان اسمع، القائد الأمير مجرد يطلع بعين العسكري بيعرف إنه منيح، وهي هي أهم ميزة بالقائد الأمير، وحتى الضباط القادة لازم يعرفوا العسكري منيح. سيدي ايه انا تعبان اليوم وخرمان على الشاي، تسمح لي؟ يلا. شو قالت لي العميد تومريس؟ شو قالت؟ انت مبسوط هلا يا شار؟ يعني شو يعني؟ كأنه كانت عم تقلي انت افضل واكثر جندي بطل، اذا احتجت شيء بس حطني بالصوره وما تاكل هم ابدا، الشاي صار جاهز يا شار. هيك قالت. ايه شبك انت؟ اسمع لقلك،
أنت بتعرف لما بتغسل بالغسالة القديمة وبعدين لما تحط دواء الغسيل بمي كلسية كيف بيصير الغسيل؟ قاسي مثل الحطب. إيه؟ بتعرف وقتها؟ يمكن المنشفة تضرب وشك. إيه وما عاد فيك تغسل فيها، شو رح تعمل وقتها؟ شو؟ بتجيب مطري. مطري الأواعي؟ الخلاصة، الأواعي هي مثل فريقنا. مثل الصخر. تيمور، يا جيد، مين يلي رح يطري هالفرقة؟ أنت. أنت المطري تبع هاي الفرقة، فهمت شلون؟ والعميدة بتعرف هالشي هاد. هي ذكية مزبوط؟ قلت لي أنا مطري؟ طبعاً أنت. اروح من وشي يلا لكون مسخرة عندك غبي. يلا نقلع. رؤيا مطري، بس بتعرف الحق مو عليك، الحق علي أنا الغبي لأني فتحت لك قلبي. عن جد أنا الغبي لأنه عم أحكي بهاي الأمور مع واحد جاهل مثلك يا أوكان. يلا روح من وشي، روح متخلف. طول بالك يا شاه، وهي جبنا لك مطر تياب ليصيروا حرير. ولك عم امزح معك.